الصور اللي خذيتوها من داخل مؤسسة ثانوية مولاي إسماعيل. وكما تعلمون أن ثانوية مولاي إسماعيل ستخصص كذلك مركز الامتحانات البكالوريا وكذلك امتحانات الأقسام التحضيرية السنة الثانية وامتحان شهادة التعليم العالي البي تي إس كذلك السنة الثانية. إذا خاص تكون الظروف ديال التهيئ ديال الامتحانات إلى غير ذلك تكون ملائمة ومواتية وتماشيا مع التوجيهات الصحية نظرا لوجود هذه الجائحة. الجمعية مشكورة بالترخم ديالها وبالتنسيق مع إدارة المؤسسة في شخص مدير المؤسسة وكذلك المديرية الإقليمية في شخص السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية إقليم كناس. كنا بعمل تشاركي وهيئنا ما يزيد على 15 قسم، أولا بدءا بالطاولات تقريبا 200 طاولة، صباغة الأقسام، الزجاج، إعادة الزجاج، طلاء الأبواب تقريبا 70 باب اللي تم الإعادة ديالها، بالإضافة إلى تهيئ الحدائق الموجودة داخل الفضاء ديال المؤسسة كما لاحظتم، وكذلك تنقية الشوائب ديال الأعشاب الطار اللي كتوجد داخل المؤسسة، وكذلك قمنا بتهيئة المرافق الصحية، إعادة المرافق الصحية باش تكون في مستوى عالي قبل الطلبة ديالنا داخل المؤسسة باش يكون الأجواء ديال الامتحانات في جو سليم إن شاء الله الرحمن الرحيم. بالإضافة إلى هذا هيئنا المدخل ديال المؤسسة كما لاحظتوا المدخل ديال المؤسسة، وقمنا كذلك بتهيئة قاعتين، قاعة اللي هي مدرج جي مدرج جي ده اللي هو كان الطاولة ديالو مهترئة وعاودنا لهم بالجلد كما لاحظتوهم هذا في الصباغة، وفي نفس الوقت هيئنا واحد القاعة كبيرة اللي هي قاعة متعددة الوسائط بالطاولة زدناها من ال زد بالطاولات بالمصلات رجعنا على شكل مدرج وغادي تكون متعددة الوسائط ودنا فيها جميع الوسائل كما صورتها، ولكن مازال غير مكمولة، ولكن في القريب العاجل إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون في الحلة ديالها الجديدة. وهذا بطبيعة الحال دائما حنا وضعنا راسنا كجمعية أمهات وآباء أولياء التلاميذ باش نكونوا راهن الإشارة ديال المؤسسة التعليمية باش يكون الأطفال ديالنا والأبناء والبنات ديالنا أن كيقراو في وضعية تكون حسنة وباش يكون امتحان دوز في ظروف جيدة وتكون ظروف صحية بالنسبة وسلامة ديال الأبناء ديالنا. هذه الإجراءات بطبيعة الحال قمنا باتخاذها مع الشركاء ديالنا بالدرجة الأولى إدارة المؤسسة في شخص المدير وكذلك المديرية الإقليمية في شخص المدير الإقليمي لمكناس. إذا كل هذه العمليات وهذه المنجزات اللي قامت بها الجمعية بطبيعة الحال غادي ترجع إن شاء الله الرحمن الرحيم بالمنفعة والخير على هذه المؤسسة وعلى المردودية، وفي نفس الوقت مشينا في النهج اللي مشات فيه وزارة التربية الوطنية اللي هو الحفاظ على صحة وسلامة المتمدرسين أثناء اجتياز الامتحان. شكرا.